ليلى انا ما عم بفهم عليكي، مين هو اللي بده يجي الساعه 11؟ فؤاد خلص سامي، ما رح اقدر احكي هلا، بنقعد شوي وبترجعني. وعمتي مو على اساس هي قصه اخترعتها مشان تشوفني؟ صحيح، بس معلمتك رح تصدق انك رحتي واجيتي بسرعه؟ ليش عم تضحكي؟ اول مره بسمع هالوصف عن سمية المعلمه. ليش انت شو بتسموها؟ مدام سمية. بس هي معلمتك. بلى على كل إن هي هيك شكلها. هلا المهم لازم اشوفه لفؤاد، عيب انا اتصلت فيه. طيب عندي حل. شو؟ اتصلي فيه واعتذري له، مو حامله رقم موبايله؟ بلى بس انا ما معي موبايل. اي ولا يهمك، احكي من الموبايل. الو، اهلين ليلى. اهلين. ايه ولا يهمك، لا لسه ما طلعت. طيب طيب ما في مشكله، مع السلامه. خير فؤاد؟ ليلى عم تعتذر على الموعد، قال اجاها شغل برات المصنع. ما بصير ضلي قلقانه هيك، ما عم بحسن احكي معك. مو قدراني ما اقلق، هدول اهلي. شلون يعني؟ فؤاد اكيد بيعرف شي عن اهلي. ليلى استني، فهميني شوي شوي. انا ما بعرف شي عن اهلي. كيف؟ سامي انا يتيمة. وانا كمان يتيم، ربتني عمتي. بس بتعرف مين امك ومين ابوك؟ طبعا. انا ما بعرفهم. شو يعني؟ ما يعني شيء. أنا يتيمة بدون لا أب ولا أم، تربيت بملجأ أيتام. شو بيعمل؟ أنا صاحبة الشركة وقرار قراري. وشو رأيك بالمشروع؟ مش عارف. هاد المشروع كتير كبير، مو بس مشان المصاري، المصاري آخر شي ممكن تفكر فيها، المهم الشباب وطاقاتهم اللي مو موجهة. انت عايز توجه طاقاتهم فين؟ هنا؟ ايه أكيد، بس هذا الشكل الخارجي، المهم بالحرية. مايا نحن بلاد نامية، أو نضحك على حالنا وهيك بنقول، الحقيقة نحن متخلفين ومتخلفين كثير وعم نتخلف بدل ما نتطور. والشباب هن المستقبل، هن الطاقة، هن روح المجتمع وقلبه. أنا مش فاهمة أنت عايز تقول إيه. بدي وجه طاقات الشباب. خلاص يا عمي أنا موافقة على المشروع وأروح لبابا الشركة دلوقتي عشان أحكيه. مو على أساس أنت صاحبة الشركة وصاحبة القرار؟ طبعاً أنا صاحبة الشركة، بس بابا لازم يكون عارف لأنه هو المدير. أحلى بنت مدير. هو أبو صاحبة الشركة. شوفي لقلك، لا تقل أصلي وفصلي أبداً، إنما أصل الفتى ما قد حصل. وأنا بعرفك أنتي وبتهميني أنتي ليلى، أنا بحبك أنتي. لا سامي لا تحكي هيك. لا بدي أحكي، لسه بكير كتير على هالحكي. ليلى أنا مو صغير، أنا كان عندي شوية علاقات، شي منك كنت مفكره حب، بس بحياتي ما كنت هيك. كيف هيك يعني؟ ما بعرف كيف بدي قلك، مشدود متاخد فايت بالحيط لهالدرجة وبيوم واحد؟ مو يوم يا ليلى، أنا قلتلك مبارح إني حاسس حالي إني بعرفك من زمان. أكيد أكيد هذا الحب كان موجود بقلبي، وقت شفتك طلع كله. لا تبالغ سامي. أنا ما عم بالغ، أنا بعرف حالي منيح. مبارح ما نمت طول الليل وأنا متأكد من مشاعري. مو هذا المهم. لكن شو؟ مشاعري أنا. صح صح. مش عارفة ازاي بس هو مختلف. وضحي أكثر. أنا عرفت شباب كتير، رحنا وجينا وسهرنا وخرجنا بالذات في القاهرة،
عمري ما تعلقت بحد. سامي بالذات له مكان قوي في قلبي. قلت لك برافو عليك. صح هو كده. معني ما حبيته لهالشر. ليه؟ عقله جامد تراديشنال تقليدي. جد؟ مع اني حاسه انه عملي قوي. عينه المحب لي عن العيوب كليلة. يعني ايه؟ المهم هلا انك انت بتحبيه لسامي وشايفتيه احسن واحد بالعالم، ومشان هيك راح حبه مشانك. كتر خيرك. فين؟ لا خلص بكفي، اشربي قهوة وبس. ماشي قهوة. بتعرفي انت بتقدري تأثري على سامي وتشديه لنا احنا. لا انا عايزة اثر عليه علشاني انا بس. ما نفس الشيء ناحيتك يعني ناحيتنا. شوف يا عماد انا مقتنع بمشروع وهروح الشركه دلوقتي عشان ناكد الاتفاق. قوم تعالى معايا. لا انا بروح على الجاهز وبس. يعني ايه على الجاهز؟ يعني روحي ضبطي الامور واتصلي فيه. خلاص اوكي. معك رقم موبايلي؟ لا ادهوني. هاتصل فيكي سيبيه. انت معك رقمي؟ طبعا اخدته من بسام. عماد انت مش متضايق عشان موضوع ثاني؟ يعني كنت فاكره انك هتزعل. مايا انا شخص كتير واقعي وعملي. انت بتحبي لسامي الله يهنيكي، بس مكانتك جواتي محفوظه. انت اخت وصديقه وشريكه عمل كمان لقدام، مش كده؟ كده. ليه مدام؟ مدام سوزان النحاس شركتنا ممثل الشركاء الباقيين. نادين بيك شريكنا الأساسي. أهلا وسهلا. الأستاذ شوكت مستشاري وابن عمي. كمان أهلا وسهلا. تشرفنا مدام. تفضل. إيه مدام سوزان؟ هيا أنا خير. جودة بيك اللي إنه حابة تشوفيني. أبدا كل خير، بس نحن حابين نعمل قانون ننظم عمل الشركة. مالي شايفة عم تشتغل شيء؟ رح نشتغل نادين بيك. وشو بدها تشتغل؟ اخذت لي قطعه ارض فاضيه وما بعرف شو قصتها بعدين. لا يا نادين بيك، رح ناخذ محل استثمار بعدين نبني المصنع. عفوا استاذ جودت، انتوا عن انو محل عم تحكوا؟ تبعي مات الساحر نادين بيك حاكي معه. ايه بس هذا محل استثمار تجاري مو صناعي. صح. مو على اساس نحن متفقين نعمل شركه صناعيه؟ انا ما رح اقدر استنى اكثر من هيك. اذا ما رح تقدروا تفوتوا بمشروع واضح انا رح اضطر انسحب. لا يا نادين بيك، مو لهالدرجه. بعدين يا مدام سوزان، نحن مو بس شركة صناعية، نحن شركة تجارية، يعني مساهمة مغفلة. طيب شو رأي حضراتكم نشتغل في مجال الاستيراد والتصدير؟ برافو عليك. كل شيء ممكن، بس أنا بشوف إنه نبلش بالمحل هيك طقطقة يعني لبين ما نبني المصنع. أنا ضد هالمشروع تماماً لأنه أرباحه قليلة ومو محرزة. المهم نشتغل. إيه بنشتغل، بس مو بأي شيء. أكيد مو بأي شيء يا مدام. أنا بشوف إنه نعمل جولة على الصناعيين ونحاول ناخذ منهم حقوق التصدير. المهم بالنسبه لي انه يبتدي الشغل العملي. في شيء ثاني؟ عفوا. هلو يا بيتر، يا وو بيستو؟ ich habe dich oft angerufen heute. ein moment ein moment bitte für seite madam. السلام عليكم يا بيتر. خلاص التغى مشروع عماد الساحر. انا مو فارق معي. بلا لحظه بالله. الو استنى سامي نزلني هون. لسه ما وصلنا. صرنا قراب بلا ما تنزلني قدام المشغل. طيب مثل ما بدك. مع انه مالي قلب اتركك. كل شيء له نهاية. لا شو هالحكي هاد؟ ما قصد شيء. ما رح شوفك مرة تانية؟ وقت عارف حالي مين أنا ببقى بتصل فيك. ليلى، أنت ليش محملة هالقصة كل هاد؟ أنا مو فارقة معي مثل ما قلت لك. بس أنا فارقة معي كثير مثل ما قلت لك. يلا باي. استني شوي، هلا هيك بدك تروحي بلا قياسات ولا شيء؟ إيه بسيطة، إلا للمعلمة إنه عمتك عقلها صعب وما استقرت على موديل. حلو،
مشان هيك بجي بكره على اساس انه استقريت وبشوفك. يلا باي. لسا كل شغله بيقلي ما دخلها. لك ما انت قلت انه انا المستشار؟ هاي عم بعطيك رايي. انا عم فكر بعكسك تمام. شايف هاي البنت اللي اسمها مدام سوزان؟ نعم. انا متاكد انه رح تضمن لهالشركه ما تشتغل غير على نظيف. رح تخسر. لا سيدي ما حتخسر. شو يعني النظافه خساره؟ حبيبي النظافه يعني ضمان صحي، يعني ضرائب، يعني مكتب تشغيل، يعني تأمينات اجتماعية، وبالنتيجة حسبها يا بتطلع بالأخير راس براس يا أما خسران. هلا كل الناس هيك عم تشتغل؟ حبيبي ما بتزبط الأمور غير هيك، لأنه بالأساس حطوا لك هذا القانون لحتى يكون شريكك برزقك. لك شو هالحكي الفاضي شوكات؟ كنا بمصر وماشي حالنا وعم نربح. مزبوط، كنا عم نشتغل. نسيت شو كنا عم نشتغل؟ لا سيدي ما نسيت. أنا ما عاد بدي، أنا من اليوم ورايح بدي أشتغل على نظيف. على الحال الست سوزان أحسن شيء. دخلها؟ وينه جوزها؟ شو بيعرفني؟ لازم تجيبه وتعينه حتى يكمل معنا النقل بالزعرور حبيبي. لك شو بك أنت؟ هون غير مصر، هون بدك تشتغل على السكاتي مثل ما بقول لك بتمشي وبس. حاضر يا فندم. تمام يا بي. غيره. مساء الخير. أهلا يا بابا. لك يا عمو. بس شوفك انا بكون سعيد. ميرسي قوي يا عمو. بابا انا قلت لنفسي اتكلم معك في موضوع شغل، وما دام الموضوع شغل يبقى لازم اتكلم في مكان الشغل، صح؟ برافو عليك يا ميوش. بابا شو بك يا مستنفرة؟ عادي. معلش يا بابا بس انا متحمسه للمشروع قوي. أنا مشروع؟ ان احنا نستثمر محل عماد وندخله شريك معانا في الشركه. ما في شيء من هاد. انتوا اتفقتوا على كده؟ ابدا. ما هو اتفق مع نديم. ما مشي الحال يا مايا. مجلس الإدارة اجتمع وقرر يرفض المشروع. يرفض المشروع؟ من هم بقى اللي يرفضوا المشروع؟ أنهي مجلس إدارة يعني؟ أنا ونديم وسوزان. ومين فيكم بقى اللي رفض المشروع؟ الست سوزان. وست سوزان إيه دخلها؟ لا يا بابا، سوزان شريكة ومديرة بنفس الوقت. بس أنا صاحبة الشركة وأنا ليا أكبر حصة في الشركة دي، وأنا ليا حق قرار فيها. بابا اتفقنا إنه مجلس الإدارة. مجلس الإدارة؟ يعني ايه مجلس الإدارة والكلام الفاضي ده؟ اللي أنا عايزاه هيتعمل، واللي أنا قررته هيتعمل، أوكي؟ صحيح، لأني شايفة إنه هذا المشروع مو من اختصاص الشركة. ليه بقى؟ هو اختصاص الشركة ايه بالظبط؟ شركة صناعية طبعًا. والله؟ مين اللي قالك كده بقى؟ ايه يا مايا؟ مجلس إدارة هو بيحدد. مجلس إدارة؟ يعني إيه بقى مجلس إدارة؟ أنسة مايا لو سمحتي، هاي الطريقة أبداً ما بتنفع للنقاش. الموضوع أصلاً مش محتاج نقاش. تقريباً حضرتك نسيتي إن أنا صاحبة الشركة. كلنا هون أصحاب شركة. تعي مايا بابا، تعي شوي. بابا من فضلك. أيوة يا مدام سوزان، كل واحد هنا ليه حصته، بس باين على حضرتك نسيتي إن أنا صاحبة الحصة الأكبر هنا. استاذ جودت لو سمحت، من بعد اذنك يعني، نحن لازم نعمل اجتماع لكل الشركاء هون ونتناقش ونبحث كثير منيح بموضوع الاداره. انا هذا الاسلوب ما بيناسبني. يا بابا هدي شويه مدام سوزان. بتمنى منك استاذ جودت بصفتك المدير العام طبعا انك تحدد هيك موعده بسرعه. عن اذنك. كان عقلها صعب، لازم ما تطلعي من عندها من دون ما تقنعيها بأي شيء. إيه مدام، بس هي مرة كبيرة وما عرفانة شو بدها. هون بتبين شطارتك يا ليلى. أنا بدي إياك تصيري معلمة بشغلك حبيبتي، ومثل ما أنك شايفة هلا، أنت أهم وحدة عندي بالتصميم. أنت كتير شاطرة، واللي عم خططه لإلك لقدام كتير منيح مشانك. أنا بدي إياك تصيري فعلا معلمة مشان تحملي عني كتف. بعدين شوفي، انت كتير شاطره بالشغل بالتصميم، تنقصك شغله واحده بس،
الخبرة بالتعامل مع الناس. عم تفهم علي؟ عندي بالفرع صور لمشبوهين واصحاب سوابق بهيك شيء. قوم امشي معي شوفهم، بلكي كان اللي ضربوكم بيناتهم. يا عود ما رح نستفيد شيء. لك يا رجل، فرصة واجت لعنا. يا سيدي حتى لو لقيناهم، ما قلت لي اصحاب سوابق؟ ما رح يعترفوا مين بعتهم. انا بعرف خليهم يحكوا. انا بدي الضغط على ايمن وفاديا يخليهم يختلفوا مع بعض. لازم يختلفوا. وهذا اللي صار فيك؟ بدك تمرقوا هيك؟ القصة ما لها قصة تارات. أنا بتهمني الحقيقة. الحقيقة؟ عفوا، بس يعني الحقيقة الوحيدة إنك أكلت قتلة حشك ولبك. آه، بس أكلوا مني كم ضرب مرتبين. مرحبا. أهلين. النقيب غياس من الأمن الجنائي، مدام سوزان نحاس. أهلين مدام، تشرفنا. تشرفنا. عرفتوا مين اللي عامل هي العملة؟ عرفناهم. بنعرفهم من زمان. ايه الاستاذ ما بده يانا ناخذ اي اجراء. ما رح نستفيد شيء. المهم هلا انه هاد مؤشر على تورط ايمن بقتل محمود سالم. رح روح لعند فادي خان. ممتاز، لازم نبقى ماشيين على خطتنا. بس هالمره الله يستر ما يعملوا فيك اكثر من هيك. لا خلاص، من يوم ورايح رح اخذ احتياطاتي. طيب عن اذنكم. بس غياس، اتصل خبرني شو بيصير معك. ماشي، سلامات. شو جابر؟ معناك ملاحظ انه انا اجيت بكير؟ ايه والله صحيح. تركت الشركة. ليش؟ يعني انا لسه ما تركتها نهائيا. بعدين حتى ما خبرت لا سامي ولا رويدة. بس الوضع كتير صار زي يا جابر. يا لا 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 لا. لك يسعد لي هالوش، يسعد لي هالمساء. اهلا وسهلا، خير ان شاء الله؟ راجع بكير، قلت لي بدك تاخر. بعدين الغدا لسه ما خلص. ايه مو ضروري، مو ضروري يصير. سامي، لك شو قصتك انت؟ شو قصتك؟ عم تشرب شيء ولا شو الشرب يا عمتي؟ اذا انا سكران خلقه. لا، صار بدي اعرف مين هالبنت اللي قالبت لك حياتك فوقاني تحتاني. ليلى، ليلى يا عمتي، احلى وارق والطف واجمل، شو بدي اقول لك، واحسن بنت شفتها بحياتي. لك هيك ودخلك وين شفتها؟ وين تعرفت عليها؟ مين هي؟ بكير، بكير عمتي. أهلين رويدة. الحمد لله منيحة. كيف؟ لا والله ما بعرف. لا عن جد ما بعرف. طيب، طب رويدة استني لا تكون معي. ليلى؟ لا صدقيني رويدة ما بعرف حدا بهالاسم. يا ستي كتير منيح، بركي إذا بيتجوز بريحني شوي من الشغل وبدير باله على حاله. لما شكرا. هلا؟ لا ما بتصور هلا. خلص رويدة لا تاكلي هم، المسا بنحكي. ماشي الله معك، باي. هاي رويدة، تصور عم تقلي انه سامي عشقان. ايه بيطلع له شاب وما عنده شيء، ليش لحتى ما يحبوا يعشق؟ ايه وهاد شو دخله بالحب؟ شو دخله بشو؟ يعني إذا الواحد مشغول كتير ما بيفضى إنه يحب؟ يلي عنده شغل ما رح يفضى لهيك شيء. وشاب كمان. على فكرة أنا حابة أقلك إنه سامي من جيلك.
خليك عم ترسم، لا تفتح الباب. ايه أهلين هي. أهلين فؤاد. ليش نحفانة هيك؟ ما بعرف، تعبانة. يلا فوتي ارتاحي. هيك بتتركينا بدون خبر؟ تعبانة، تعبانة كتير. لا تتأخري بعد الظهر. ما في بالعادة يتأخر أستاذ. اي مزبوط، الله معك. لوين؟ خلص بدي روح. اي بس لسه ما حكينا مشان نديم. لك مو قلت لي انه عندك مشوار الظهر؟ مزبوط، اليوم الصبح حكت معي ماما انطوانيت وقال زعلاني مني كتير لانه صار لي زمان ما مرقت لعندها، يعني مع انه مالي حابة تشوفني بهي الحالة بس ما فيني زعلها. اي خلص اذا بدك تزعجها بلا ما تروح. المشكلة انها عزمتني على الغداء، هلا بتكون معزبة حالها وطابخة مشاني. طيب جابر، انا ما رح اروح على الشركة لحتى يتصلوا فيني مشان موعد الاجتماع. طيب اذا ما عندك شيء شو رأيك تروحي معي وتتعرفي على ماما انطوانيت؟ انا كتير حابة اتعرف عليها بس مو اليوم. لك هي رح تحبك كتير، هي بتحب الناس. ما بعرف، كأنه مو حلوة اروح معك اليوم. خلاص وعدها غير مرة. لك ما بدها غير مرة. اه مشان الغداء؟ هلا بتشوفي كيف طبخة اكل بيكفي حارة. شو؟ تفضل. مو عجبتني حالتها ابدا. ما حكيت لك شيء؟ نامت وبس ولا كلمه. كان لازم تساليها. داخت ما عم تحس على شيء. فؤاد برايك نجيب لها دكتور؟ مسكينه باينتها مقهرمه كثير. يا حرام، كيف بهالكام اسبوع يلي غابتهم كانها كبرانه 20 سنه. هلا بس يفتحوا الدكاتره بروح بجيب لها دكتور، ولا اقول لك ناخذها على المستشفى احسن. إن شاء الله ما بتحتاج مستشفى. إن شاء الله. يعني وين بدها تكون راحت كل هالأيام؟ ما بعرف يا فؤاد، قلبي ماله مطمن. هي روح قلب الحكي وما عم تحكي. يا ستي إن شاء الله بتصح وبنفهم كل شي صار معها، ولا يهمك. إن شاء الله. ايه قلت هيك. ايمن لا تعيط. خلص انا اسفة. قعد ورجيني وشك. شو عكسة؟ لا عاد ورجيني وشك. انا لازم اشوفك ضروري. ايه فهمت كل شي. نلتقى بنفس المحل. ما رح امرق اخدك. نلتقى هنيك. اوكي. يلا باي.
حاسسني قلبي انه صار لك شيء. كيفك ماما؟ شو اللي مسوي فيك هيك؟ فوت فوت. طولي بالك علي شوي، ما في شيء. خجلان مني ما هيك؟ وليش لأخجل ماما؟ ما علي عامل شيء مو منيح لا سمح الله، بس معي ضيفة. مين؟ حنان؟ مين حنان؟ فكرت عمك فؤاد جاي هو ومرته. مين اللي معك؟ وحدة صارتني كم يوم بدها تتعرف عليكي. مرحبا. اسم الصليب عليكي ما احلاكي. اهلين خالي، اهلين. لو هلغي شركة معي انا ما عنديش مشكلة. طولي بالك مايا، هني ليش اخذين هالموقف ضدي؟ مش عارف، بس انا ليكون سامي بعرف هو ما بيحبني، وهي سوزان كمان من طرفه. خلص مايا، لا عاد تفكري بالموضوع ولا توجعي راسك. انا متنازل عن الشركة. ليش؟ ما بدي اسبب لك مشكلة او احراج مع الشخص اللي بتحبيه. اهدى شوية، خلينا نفكر في حل. هذا النوع أنا بعرفه منيح، ما رح يرضى. معقولة؟ سامي يكون بيغير عليا منك؟ ما بعرف. أنت شو حاسة؟ مش عارفة، بس أنا بفترض يعني. لنفترض إنه هيك. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني بيحبني. ومفتكرني إنه عقبة بطريقه؟ بالظبط كده. وانت شو لازم تعملي بهالحالة؟ انا هكلمه. ليه؟ علشان افهم موقفه بالتحديد. بلاها مايا، اكيد رح يرفض الشركة، واذا اضفنا احتمال الغيرة بتكون كملة. انت بس عايز ايه؟ انا هكلمه، بس خليهم يوطي الصوت شوية. أهلين مايا. لا لا متسطح شوي، ماني نايم، ما في مشكلة، ما عندي شيء. وين؟ طيب مادام حديث شغل خلينا نلتقي بالشركة. أوكي ماشي، مع السلامة. بتعرفي انه لي زمان ما اكلت اكل بهالطيابة؟ عن جد يسلموا ايديكي. صحتين والف عافية. لساتك عم تطبخي اكل كثير مثل ايام زمان؟ عادي ما بقدر غيرها، ولسه كمان في ناس بيجوا المساء وبيمرقوا وبياخذوا. ليك جابر، بدك تسمع كلام سوزان شو ما قالت. اف، ليش بقى هالفرمان؟ لأنه مبينة عائلة. هذا كله لأنه بدياني بعد قضية فادية وتركها للأمن الجنائي، ما هيك؟
هيك طول عمرك حشري وبتتدخل بالشغلات اللي مالك فيها. بزمانه لما كان ولد صغير بالمدرسة قاموا شلة ولاد اتحطتوا على ولد بتقتي وصاروا يتمسخروا عليه، وعينك تشوف جابر شو سوى. ما ترك حدا إلا خلاه يتدخل بالقصة، مع أنه الولد لا رفيقه ولا بيعرفه حتى. أنا ما بحب الظلم وما بحب الأفعال اللي بتصير بدون مبرر. شو قصدك؟ قصدي أنه أنا بحب أفهم كل شيء، يعني مو من باب الفضول أبداً ولا تدخلاً بشؤون الناس الشخصية، بس أنا هيك بحب أفهم كل شيء عم بيصير وليش عم بيصير. هاي هي الحشرية اللي خبرتك عنها. أنت وأبونا الياس الله يرحمه وعمه فؤاد هيك ربيتوني. عمه فؤاد؟ جابر أنت ممكن تتقله فؤاد وبس؟ أي مزبوط، بس مدري ليش هون بتذكر إنه هو اللي رباني، ما فيني أقله غير عمه فؤاد. مو أنتوا هيك ربيتوني؟ ربيناك على الحق. اسمعي هالقصة يا سوزان، بزمانه ضيعنا هالولد هيك فقدناه، ما عدنا عرفنا وين راح. قام فؤاد فجأة طلع هيك وما لقى غير على هالشجرة عم بيخيط الأوراق اللي عليها. خلاص يا عم، أنا مش عايز أختلف مع بابا وبقول له ما يزعلش. ما طلع على الغداء، قمت رحت جبت له وجبة جاهزة وبالزور أقنعته ياكله لقمتين. على العموم يا عم ما تقلقش، المشكلة زي تتحل بعد شوي. إزاي؟ سامي هيجي. مين سامي ده؟ سامي ده شريكي الأساسي في الشركة، وهو اللي جاب لنا الأستاذة سوزان، وأنا حاول أفهم منه سبب اللي حصل ده وأقنعه بالشراكة معنا. إيه رأيك؟ معرفش، بركي أبوك ما اقتنع. لا أنا هحاول أقنعه طبعاً. وسوزان هاني؟ هي حرة بقى، أنا شريكي الأساسي هحاول أقنعه وإن شاء الله هو يحاول يقنعها، وحتى لو ما أقنعهاش هم حرين مع بعض بقى. شوفي ميوش، كأني فهمت من أبوكي أنه مقتنع جداً جداً ومتمسك بسوزان هاني. نعم. لا بقى تعمل هيك حركات، أنا بخاف عليك كتير. لا تخافي علي، ما عاد صغير. هلأ صرت خاف عليك أكتر. أنا كتير فرحت بزيارتي لك. أنا حبيتك كتير، عدي يا إيه؟ أكيد. يلا باي. مع السلامة. تعرفي؟ هلا هون صعب نلاقي تاكسي، بدنا نمشي لنا شي نص ساعة، بتقدري؟ أنا مو فرقانة معي، بس أنت قدران تمشي؟ طبعاً بقدر، ليش شو بني؟ هذا اللي صاير معك. إيش وأنا بدي أمشي على جبيني؟ الرب يحفظك. طيب، بهذا المشوار دورك بالحكي. ليش يعني دوري؟ لأنه كلام الليل إلي وكلام النهار إلي. إيه بس هيك يا جابر مو عادل. ليش بقى؟ لأنه كلام الليل بينسى، يعني مثل ما بيقولوا مدهون بزبدة، أما كلام النهار فهو الثابت. بس أنا دائماً بقول اللي بحس فيه واللي بيعبر عني. إيه وأنا كمان. شو بك أنت ليش هيك؟ كيف يعني هيك؟ مشاكسة. هلأ أنا مشاكسة؟ إيه؟ أنت دائماً بتختلفي معي ومع غيري، شو مالك منتبه على حالك؟ أنا ما بختلف لا معك ولا مع غيرك، بس أنا هيك بحب أعبر عن رأيي بصراحة، هيك طبعي. بعدين اكتشفت شغلة اليوم إنه كمان في حدا تاني مثلي من زمان هيك طبعي. قصدك أنا ما؟ بتصور ما في حدا تاني غيرك ماشي معي هلأ؟ لا 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 لا، ما رح أسمح لك أبداً جرجريني بالحكي. هلأ أنت اللي لازم تحكي. ها وليش يعني لازم؟ آسف مو بقى مو لازم. خلاص خلاص جابر، مثل ما بدك. قلي شو حابب تعرف عني؟ يعني مثلا ها، كيف انت 10 ملايين ليرة من ورا جوزك؟ اولا هو ما عاد زوجي، نحن تقريبا طلقنا. ايه جابر لا تستغرب، نحن رح يتم طلاقنا بس لحتى ينزل بها اليومين على الشام. مثل ما بتعرف نحن عنا طلاق بس بحالات خاصة كتير، منها أنه يكون الزوج مدمن على القمار.
سامي اجى هلا. وسوزان؟ ما بينت. ماني حابب اخسر على البنت. بس انت يا نبيل ما بصير تترك ماي تتصرف هيك. لساتها صغيرة. بعدين بتنزع الشغل كله، لأنه ما كل شوي تجي تنط بخلقتنا وتتصرف على مزاجها، ما بصير يا نبيل. المسألة مو شخصية يا مايا، بس هذا شغل، بعدين أنا ما بعرفه لعيمان، أنا ما بشتغل مع واحد بخالف القانون. سامي، الموضوع ما فيهوش أي مخالفة للقانون صدقني. تأكدت من الموضوع. تقديم الكحول للقاصرين مخالفة للقانون. مش دايما القانون على حق يعني؟ عفوا؟ يعني ممكن يكون قانون قديم قوي. منحاول نغيره بطريقة واضحة، مو منخالفه بحجة انه مو مقتنعين فيه. بعدين القوانين حطت لتنظيم حياة الناس، يعني مو شرط كل الناس يكونوا متفاهمين على هاي القوانين. هيك الحياة. هو احنا لازم كده نستسلم لشروط الحياة؟ ما ينفعش نفكر يعني؟ ما بعرف ليش النقاش عم يشدنا لهون. عادي يعني احنا بنتكلم. مو مشكلة، بس هلا في مشكلة محددة لازم نحلها. هي سوزان حكيت لك؟ قلت لك ما شفتها لسوزان، ولا حكيت معها بنوب اليوم. يعني معقول هيحصل معها حاجة زي كده النهاردة وما تحكي لكش؟ هذا المعقول، أصلا نحن حاطين كل ثقتنا فيها، وهي مسؤولة عن الشغل. حلو قوي. افرض بقى إنها أخذت قرار غلط. سوزان ما بتاخد أي قرار مصيري بدون ما تشاورنا. هي ما شاورتكمش بحاجة. ليش أخذت قرار شيء؟ مشيت وما رجعتش؟ مو قلتي إنه طلبت اجتماع لكل الشركاء، معناته عم تستنى تحديد موعد الاجتماع وبعدين بتخبرنا. شوف، إحنا لازم دلوقتي نحسم مسألة الشراكة مع عماد. أنا شخصياً ما عندي مشكلة بأي موضوع، بس المهم عدم مخالفة القانون، حتى لو أنت ما كنت مقتنعة فيه. أنت عايز تمشي؟ ليش في شيء تاني؟ يعني كنت بقول لو أنت فاضي النهاردة ممكن نتعشى سوا؟ تعرفي عمتي تعبانة شوي وما حابب اتركها اليومين. وهي عاملة ايه؟ مين؟ عمتي منيحة منيحة، صارت احسن. عارف ان انا كنت بفكر ان انا اجي اطمن عليها وازورها؟ ايه اهلا وسهلا، بتشرفي باي وقت. يلا باي. سعدك بتحبي؟ ما بعرف شو بدي قلك. هو أنا فعلاً كنت حبه كتير. كانت قصة حبنا طويلة ونفس الوقت قاسية وصعبة كتير. بس بعدين ما بعرف شو بيصار. يمكن ما عاد قدرت أفهم شي. ما بعرف شو بدي قلك جابر. سوى بعد ما بعد عن حياتي صرت حنين. أو يمكن تعودت عليه فصرت حملة تعودي عليه، ما بعرف. لا يمكن هو الموضوع مو هيك، موضوع أني أنا تعودت على نمط حياة هو موجود فيه. بس هاي الحياة صارت مزعجة مثل ما قلتي أنت، سكر وقمار. إيه مزبوط جابر، بس يمكن هذا الموضوع بحد ذاته كان عم بيخلي حياتي مليانة. يعني كان هو على طول عنده قصص ومشاكل تخليني ألحقه وفكر فيه. هل عندك مشكلة الشركة؟ استنى جابر، انت كأنك فهمت من كلامي انه انا بخلق المشاكل خلقها لحتى اتسلق. لا 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 ابدا ما هيك قصدت اصلا، ولا فهمت كلامك هيك. ايه خلاص مو مشكلة، اذا انت شايفني مشاكسة خلاص انا مشاكسة. هلا لا تمسكيني على كلمة. خلاص مو مشكلة. لوين بدك تروحي هلا؟ هالبيت طبعا. ليش مو على الشركة؟ لا ما رح روح على الشركة قبل ما يعملوا اجتماع للشركة مثل ما طلبت. طيب بلكي تأخرين؟ اوكي ما في مشكلة، بعطيهم فرصة لبكرة بعدين افك الشركة. ايه؟ بدون ما تستشيري سامي والرويدة؟ هلا يا جابر مو هنن قالوا لي انه انا القرار بايدي واني مسؤولة عن الشغل؟ بس لازم تشاوريهم بالاول. طيب وانت لوين رايح؟ رايح على المكتب. خلص اوكي، معناته رح روح لعند رويدة. ماشي بوصلك وبروح على المكتب.
شو صاير؟ هذا المحامي متفق مع الأمن الجنائي يخلونا نختلف مع بعض مشان كل واحد منا يعترف على الثاني. العمى وشو اللي عرفهم اللي بيني وبينك؟ هن ما بيعرفوا شيء بس شاكين. شو هالذكاء هاد؟ اليوم اجى لعندي النقيب. ايه وشو حكى؟ ما حكى شيء، قال زيارة تعارف. بقى انت سلال كتير هالنقيب، هيك عمل وقت اللي اجى لعندي على المطبعة. لو زدت له كم كلمة ما عجبوني ابدا على الرصاص وما رصاص. المهم هلأ لازم ندير بالنا منيح، ما لازم نختلف ابدا. ما رح نختلف اذا عطتيني اللي بدي اياه. ما نحن متفقين. لا لا يا فاديه، انا ما عم بحكي عن الامور الماديه، انا بدي شيء اهم بكتير. فاديه انا بدي اياكي، بدي اياكي انتي. ليش انا كل اللي عم بعمله مشان مين؟ مو مشانك. الوضع مو مريح بنوب، لازم تنقلوها لمستشفى فورا. ليش شبها؟ ما بقدر احسم، بس الظواهر بتدل انه عندها مشكله بالكبد. بالكبد؟ كيف يعني؟ قلت لك ما بقدر احسم، لازم نعمل فحوصات وتحاليل متقدمه. امتى دكتور؟ اذا هلا احسن، كل ما اسرعنا كل ما كان احسن. قديش صار لها بالاكل؟ ما بعرف، من وقت ما اجت من الظهر ما اكلت ولا شيء، اساسا ما صحيت. تفضل تنقلوها على المستشفى فورا. تفضل دكتور. رويدا ما كان لازم يروح لعنده، لا تزعلي مني بس نحن هيك متفقين. لك سوزان معك حق، معك حق، بس يعني ليك هو اجا. مساء الخير سامي. ليش رحت حكيت مع مايا بالشغل؟ سوزان كتير زعلانة منك. لا يا سوزان، معقولة تزعلي مني؟ أنا رحت تركتها تحكي اللي بدها إياه، بس فهمتها أي شيء له علاقة بالشغل ما بيصير غير معك. خير استاذ؟ خير في شيء؟ لا استاذ ابدا ما في شيء. لكان معقوله لا قهوه ولا فيروز؟ تكرم عينك، رح اعمل لك قهوه واحط لك فنيه. شكرا. لازم تبقى عنا. شو الوضع يعني؟ ما بقدر احكي شيء هلا. شو يعني؟ ما في شيء اكيد، رح تطلع نتيجه التحاليل والفحوصات ورا بعضها، ساعتها منقرر ومنشوف شو بدنا نحكي. يعطيك العافية فؤاد. روح انت، انا رح ابقى معه. لا انا ماني رايح. زعلان؟ زعلان عليها.